صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف يتدبر الإنسان كلام الله جل وعلا؟ وهل لا بد من قراءة تفسير الآيات حتى يتدبرها الإنسان، أم أنه يقرأ الآيات ويتدبرها بنفسه ولا يحتاج إلى قراءة تفسير الآية؟ لا يا أخي، ما يجوز هذا. ما يجوز الإنسان أنه يتدبر القرآن بنفسه ويفسره من عنده دون رجوع إلى تفسيره الصحيح المأثور والمروي. لا بد من الاطلاع على التفاسير والإلمام بها، ويكون هذا على يد عالم من العلماء. أما المبتدي ما يكفي أنه يطالع التفاسير، يعني يجي في التفاسير أخطاء، ويجي فيها أشياء غير صواب، ولا يفحصها ويبين ما فيها إلا العلماء. فلا بد من الارتباط بالعلماء، ولا بد من قراءة كتب التفسير الصحيحة، ما هو بكل تفسير.